هون في معلقة بس راح أدير فوقيها كريمة. يا رب ما نعبي الدنيا، يا رب بصير منظرها حلو لما تنزل الكريمة. جواتها عندي مي بتغلي تقريبا، عندي 4 كاسات حاط فيها. راح أحط فوقيهم 3 معالق كبار سكر. ايوه راح احط فوقيهم، عندي زي ما حكينا ستار انيس اللي هي ينسون النجمه. ما بزبط اليانسون العادي، عشان اليانسون العادي طعمه شوي مختلف عن هذا اليانسون اللي هو هيو هذا. هاد شو له فوائد يا جماعه، يعني رهيب وطعمه كثير زاكي. انا كثير بحبه، سوبر ماركت عند العطار بتلاقوه، بس جد كثير بسمع عن فوائده. طب بدنا نكسره للستار انيس، ما بدنا نحطه قطعه كامله، نحاول نكسرهم عشان ناخذ فائدتهم قد ما نقدر. واذا حمصناه قبل ما نحط المي السخنه بيطلع اسكى واسكى. والله احسن واحد بالضبط. طيب هاي عندي هون الستار انيس عم تغلي مع المي السخنه. كابش قرنفل ما تكتروا اكثر من 10 حبات، واذا بتحبوش طعمه كثير ما تكتروا عشان طعمه شوي قوي. في ناس بيسموا كبش القرنفل بتعرف شو؟ ايش؟ مسمار. مسمار بيحكوا له صح. فهلا هون نتركهم يغلوا على نار هاديه. اخر شيء راح اضيف الشاي ليه عشان ما تفور عندي وما يصير لونه او ما كثير يكون اسود. بنقدر نستعمل اي نوع شاي بس مش الشاي الاخضر. في انواع كثير شاي اسيويه زاكيه. الباجز ما بيزبط؟ باجز بيزبط طبعا، بس انا بحب الحلل اسكى، بحسه بيعطي طعم اقوى. ايوه حلل. طيب راح نوطي النار على الطنجره عشان ما يفور عندي الشاي هلا، او خلينا نقيمه على النار ونحط تقريبا عيار 5 معالق كبار شاي. بس بدنا نخليهم ايش؟ يغلوا. هلا راح امسكها، انا جبت اصغر مصفاي بالمطبخ اليوم عشان نعبي الدنيا. هلا معقول هاي ريحه الستار انيس؟ هاي الستار انيس مع كبش قرنفل، طلعت مع الشاي والكبش قرنفل. هلا بس يبرد كمان راح يعطيك طعم كليا مختلف عن طعم الشاي السخن. خلصنا منه طبعا، بنخليه يغلي تقريبا 5 دقائق بس مش اكثر. بعدين راح امسكه، يا رب ما يطق الصحن على الهواء. بسم الله. واصفيه بمصفاي كثير منيح. هاي حطيناها هون، وبالمعلقة قد ما أقدر بدي أستخرج العصارة الزاكية اللي بال 100%. هاي الإشي الزاكي، المطيبات اللي حطيناها هون. وهيك شاياتنا ممتازين صاروا. بدنا نمسكهم نحطهم بالثلاجة. إذا بتحبوا قبل بليلة، إذا بتحبوا قبل 3 ساعات، زي ما بدكم. أنا هون حاطه وعامله جاهز، وهذا هو عندي هون. قبل ما نبلش نطبق الشاي راح اجيب صحن فيه كريمه. راح احط فوقيه حليب مكثف محلى، برضه سويتنر كمان هذا، بس هيك خليها هون. وبشوكه بدنا نحركهم ليتجانسوا مع بعض مع نتفه فانيلا. ايوه بس هيك بالشوكه. يعني هي كمان فكره لشيء نشربه بالصيف مختلف برضه، بارد بدل يعني اللي بحبوا اللي يغيروا شوي عن القهوه البارده. قهوه المثلجه 100%. هاي شوي مختلفه. هون راح امسك الكاسه عندي، هاي راح ادير فيها شاي مثلج تقريبا 3/4 الكاسه، نعبيها. وبعدين راح امسك الخلطه الكريمه مع الحليب المكثف والفانيلا، خليني احطها هون واجيب معلقه واحط فوقها ثلج سريع. بعدين عندي هون اكم من ثلجه عشان تضلها بارده عندي. وهون في معلقه بس راح ادير فوقيها كريمه. يا رب ما نعبي الدنيا، يا رب بصير منظرها حلو لما تنزل الكريمه جواتها. ما بدي اياها تخلط كثير، عرفتي؟ يعني بدي هيك تتموج. يعني بهاي الطريقة ما بنخليه يتخلط كثير، يعني بنسوي زي طبقات نحكي. وهيك حلو. التاي ايس تي صار عندي حلو جاهز. 5 معالق كبيرة شاي اسود، 3 معالق كبيرة سكر، 10 نجوم ينسون نجمة 10 حبات، 10 حبات كبش قرنفل، نص كوب كريمة، نص كوب حليب مكثف محلى، معلقة كبيرة فانيلا، ثلج للتقديم.